مشاهدينا أهلا بكم، وهذه الحلقة من الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. المجلة التي نتجول بين أخبارها اليوم هي مجلة أكتوبر، ومعنا للتعليق على الأخبار الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بالمجلة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا يا فندم. في البداية مشاهدينا، خالص التعازي لمصر كلها في شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع بسيناء فجر الجمعة. القوات المسلحة أخذت بالثأر من خلال ضربة جوية نفذت فجر السبت استهدفت أماكن إيواء هؤلاء الإرهابيين وأسلحتهم، ولن يكون هذا كل شيء. كالعادة مشاهدينا، في كل يوم سبت جولتنا الصحفية تتضمن عدة مقالات مختارة من مجلة أكتوبر، والبداية سيكون مع مقال يتحدث عن الاحتفالية العالمية التي شهدتها مدينة السلام بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية بمصر. هذه الاحتفالية التي شرفها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسادة أعضاء البرلمان المصري، بالإضافة إلى عدد كبير من البرلمانيين العالميين. عنوان المقال: بحضور 19 رئيس برلمان من مختلف دول العالم، السيسي أثق في قدرة البرلمان على تحقيق طموحات المصريين. يعني الحقيقة يا فندم، هذا الاحتفال يبعث بعدة رسائل للعالم أجمع. ما هي أبرز هذه الرسائل من وجهة نظري؟ في الحقيقة قبل ما أبدأ بهذا الخبر، اسمحي لي الأول يعني أعزي أنفسنا وأعزي أهل الضحايا، وربنا يرزقهم الصبر والسلوان. ورغم أن عادتنا كمصريين لا نقبل العزاء وقت الحروب، ولكن يعني طلع الجوية النهاردة الصبح شفت، يعني مش عاوز أقول شفت الغليل بأكمله، ولكن صحيح. جعلت في قلوبنا يقين أننا مقدمين إن شاء الله على نصر حتمي على جميع الإرهابيين وعلى جميع من تسول له نفسه باللعب بمقادير هذه الدولة، الدولة المصرية العظيمة. صحيح. نرجع للاحتفالية، وهذا هو الإصرار على الحياة رغم محارباتنا للإرهاب في جزء صغير في سيناء. أيضا سيناء تشهد احتفالية للبرلمان المصري 150 عام، يمكن هذا العمر يقترب من عمر مثلا الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. أعطى ديمقراطيات العالم. وبالتالي كانت هذه الاحتفالية هامة جدا لتوضح للعالم بأكمله أين نحن وأين نحن من الديمقراطية، وتاريخنا الواضح والشفاف والمشرف في الحياة والممارسة الديمقراطية العظيمة. في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له كلمة بارزة في هذا المحفل. صحيح. الدولي، خلينا نقول له محفل دولي، لأن احنا شفنا رئيس البرلمان العربي الدكتور أحمد الجروان، وشفنا رئيس البرلمان الأفريقي، وشفنا وفود برلمانية من كل دول العالم، مجلس الأمم الإنجليزي، شفنا من كل الأنحاء. وبالتالي الاحتفاء بالبرلمان المصري كان له دل... كان نعم؟ يليق به يا فندم. أكيد كان يليق به ويليق بتاريخه. أصل التاريخ لا يزيف، ويعني العالم كله يقدر التاريخ، وعند التاريخ نقف كلنا يعني أمام هذه التواريخ 150 عام. يعني لا، يعني في هناك دول عمرها لم يكتمل. صحيح. كمان 150 عام. وبالتالي يعني كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة، وحمل البرلمان مسؤولية. أظن هو يثق في البرلمان، وأظن على البرلمان أن يبرهن هذه الثقة التي وضعها فيه الرئيس. أيضا الشعب ينتظر نقطة انطلاق جديدة للبرلمان في الانعقاد، دورة الانعقاد الجديدة، خاصة أن احنا قلنا أن الانعقاد الأول، دورة الانعقاد الأول كانت مزدحمة ب يعني القوانين اللي الرئيس طلعها في غياب البرلمان، وببعض القضايا التي كانت سريعة وتحتاج قرارات سريعة. لكن الآن أظن أن دورة الانعقاد الثاني هي أولى الخطوات الفعلية للبرلمان، يثبت يعني يثبت للمواطن. صحيح. قبل أيضا الرئيس. صحيح. يمكن أيضا يا فندم، يعني رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال تحدث أيضا في البرلمان، يعني أهم النقاط التي استوقفتك عند يعني في كلمة السيد رئيس البرلمان. يعني أهم طبعا النقاط كان استعراضه لتاريخ الحياة البرلمانية، وأظن أنه كان هذا الدور كان يجب أن يطرحوا في كلماته بشكل واضح، خاصة ان انت يعني بتعمل عرض لسي في لهذا الكيان العظيم والمشرف لكل المصريين. ايضا كلمة رئيس البرلمان العربي كانت يعني كلمة برضو يعني اوضحت مدى اهمية البرلمان المصري في الحياة البرلمانية العربية. ايضا رئيس البرلمان الافريقي كانت له كلمة يعني يمكن أشاد بها كل المصريين وكل الإعلاميين، لما قال احنا كلنا مصريين، والبرلمان المصري ده البرلمان بتاعنا كلنا. أظن هذه هي الروح الحقيقية التي يجب. صحيح. أن تشعر بها أفريقيا تجاه مصر،
فأظن أن صحيح. جميع الكلمات كانت كلمات تدل على قيمة وعظمة هذه الحياة البرلمانية التي امتدت على مدار 150 عام. صحيح. خلينا يا أستاذ جمال يعني ننتقل من مدينة السلام إلى صانع هذا السلام، وأنا هنا مشاهدين أتحدث عن الدورة التثقيفية 23 التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وحضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر. عنوان هذا المقال: خلال الندوة التثقيفية 23 تحت عنوان أكتوبر الإرادة والتحدي، السيسي: مصر لن تركع سوى لله وحده. يعني بالفعل أيضا في كلمة السيد الرئيس في هذه المناسبة كان هناك مجموعة من الرسائل الجديدة، يمكن من بينها يعني وقد يكون يعني على رأسها رسالته للإعلام. تفاصيل هذه الرسائل يعني قبل ما اتكلم على رساله الاعلام، لانها كانت رساله واضحه وصريحه خاصه صحيح. في حدثي ريجيني وايضا العلاقات المصريه السعوديه ولكن هذه الجمله التي احتلت اليوم جميع منشطات الصحف سواء القوميه والخاصه يعني بالفعل جمله كان المواطن المصري يريد ان يسمعها في هذا الوقت، خاصه ان احنا بنمر بظروف صعبه جدا، خاصه ان هناك بعض القلاقل مع بعض القوى السياسية الخارجية. ده بيخلي المواطن المصري يعني يشوفوا بعض القلق أو بعض الحيرة، هل يجب علينا أن نتبع هذه القوى العظمى أم نتبع هذه القوى العظمى؟ هل نحن باختلافنا مثلا في وجهة النظر في بعض القضايا الإقليمية هل نخسر بعض الجيران؟ كل ده كان يجب أن يكون له رد شافي ووافي لدى المواطن المصري. أظن أن هذه الجملة أوضحت أن السياسة المصرية متحررة تماما من التبعية السياسية، يمكن ده الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضحه في حواره الأول مع الصحف القومية حينما قال أن القرار السياسي المصري والإرادة المصرية تحررت من التبعية السياسية يعني للقوى العظمى المحيطة بالمنطقة. كلمة قوية وكلمة معبرة. نأتي إلى الرسائل بالفعل الإعلام ربما بالذات الإعلام الخاص ربما من منطلق المنافسة ومن منطلق السبق الصحفي ربما يقع في بعض يعني الأخطاء التي قد تضر بالأمن الوطني وبالأمن القومي للدولة. يعني السوق الإعلامي الآن أصبح سوق منافسة شرسة جدا، خصوصا مع يعني مصارعة رجال الأعمال بنشوف الآن هو سوق بالفعل يا أستاذ جمال يعني سوق وصناعة وتجارة، لم يعد الإعلام صناعة فقط وطالما حضرتك قلت المعايير لازم هتلتزم يعني هيبقى في منافسة، وطالما هناك منافسة فهناك يعني رابح وخاسر، فربما قناة تنشر بعض الأخبار أو تنشر بعض تحاول السبق وبالتالي تخسر على تخسر بقى هنا المجتمع وتخسر الوطن. يمكن الرئيس أشار لنقطتين مهمتين، حادث ريجيني وما أثاره الإعلام حول هذا الحادث ومن خلاله تم التصعيد، أيضا في العلاقات المصرية السعودية يمكن الزوبعة كانت غير مبررة، خاصة أن احنا يعني موضوع مثلا توقف الإمدادات البترولية على طول الإعلام الخاص اشتغل على أنها يعني مؤامرة وأن السعودية توقف، في حين أن الموضوع موضوع يعني اقتصادي بحت، وأن السعودية في اتفاق في اجتماع الجزائر الأخير الخاص بأوبك تم تخفيض حصتها الإنتاجية بنصف مليون برميل يوميا، وبالتالي عليها أن تجدول كل إنتاجياتها بشكل عام. ده خلاها تؤخر من تورداتها البترولية لمصر، وأيضا هذه الصفقة هي مربحة للسعودية أكتر منها مصر، لأن احنا بناخد منهم البترول بالسعر اليوم يعني بسعر اليوم وأيضا بفايدة 2%. كل ما في هذه الصفقة هي فترة يعني السداد فيها سماح لمدة 3 سنوات، غير ذلك هي صفقة تجارية بحتة ليست لها أي علاقة بالنواحي السياسية. العلاقة بين مصر والسعودية أظن أن هي أقوى من هذا. وأيضا إذا كانت السعودية سوف يعني تغضب من مصر لأنها تختلف معها في وجهة النظر في بعض القضايا، أيضا عليها أن تغضب من تركيا. تركيا أيضا تختلف مع السعودية في الكثير من القضايا الإقليمية، ومع ذلك العلاقات كويسة. فما ده معناه إيه؟ ده معناه أن من الوارد أن يحدث مش عاوز أقول تباعد في الرؤى، ولكن خلاف وجهات النظر، خصوصا أن كل دولة لها سيادة وكل دولة لها مصالحها وكل دولة لها وجهة نظرها، وبالتالي على كل دولة أن تحافظ على رؤيتها في بعض القضايا الهامة. فكرة التبعية السياسية دي انتهت من العالم كله، احنا بنشوف دول أصغر مننا بكثير ودول يعني ليست لها مكان على الخريطة، ولكن يعني تصعد وتقول أنا وجهة نظري كذا وأنا وتحاول التحكم في بعض مقادير الأمور، وما بالك بمصر بقى بهذا الكيان العظيم وهذا التاريخ العظيم. وبالتالي الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، والعلاقات المصرية السعودية ستظل إلى الأمام وفي النهاية
وفي النهاية مصر لن تركع سوى لله. أكيد ده ده صحيح. ده واقع وده على فكرة ده يدل عليه التاريخ ويدل عليه 73 ويدل عليه الحاضر أيضا وسيبرهنه المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا التالي عن مصر والاتحاد الأوروبي وبالتحديد عن لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمفوض الأوروبي الذي زار مصر مؤخرا، هي الحقيقة الزيارة الأولى منذ توليه منصبه. عنوان هذا المقال: السيسي في لقائه مع المفوض الأوروبي يستعرض الجهود الرامية لتأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على ترسيخ سيادة القانون وإعلاء قيم الديمقراطية. يعني بالفعل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي أصبح شيء هام للغاية، لأن هناك تحديات مشتركة بين الجانبين. يعني من أجل مكافحة ومقاومة هذه التحديات عليهم بتعزيز هذا التعاون، يعني من بين هذه التحديات وعلى رأسها الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية. حدثنا يا فندم عن أهم التحديات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكيف يمكن للتنسيق يعني الشامل والحقيقي أن يعني يشارك في مكافحة هذه التحديات. في الحقيقة هناك عنصر أيضا آخر، العلاقات المصرية الإنجليزية أصبحت أكثر تطورا وتدخل المسار الصحيح، في حين أن إنجلترا تخرج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يود أن يخسر الكثير من الصفقات بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة على حساب علاقاته مع إنجلترا، وبالتالي أيضا ده حافز آخر. العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات استراتيجية واضحة، وعلاقات أيضا خلينا نتكلم بوضوح علاقات مصالح متبادلة. أيضا لما نشوف هذا اللقاء يأتي بعد عدة أيام من لقاء التحالف الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، اللي أنا بوجهة نظري أنا هم دول الثلاثي اللي بيحمي البحر الأبيض المتوسط بشكل حقيقي وبشكل فعلي من تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وبالتالي يعني الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مصر أيضا كيفما يحتاج مصر كيفما تحتاج مصر إلى الاتحاد الأوروبي. فالعلاقة علاقة يعني متوازية وأيضا علاقة متكافئة. أظن أن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في محارباته ضد الإرهاب لسبب يجب أن المشاهد الكريم أن يدركه تماما. إذا لم تتم سيطرة على الدواعش الفريم من سوريا وتوجههم إلى سرت في ليبيا، هيصبح البحر الأبيض ده مرتع من صحيح. خلاله يستطيع الدواعش والإرهابيين السفر بكل أمان إلى أوروبا وشاطئ أوروبا صحيح. وبالتالي مصر بتلعب دور. عشان كده يعني الناس بتسأل ليه فرنسا بتدينا المنسترال برغم اللي ما بتديهاش لحد، ليه؟ ما هو عشان هو يعني انت صمام الامام بالنسبه له، العلاقات متبادله ومتكافئه، وده اللي لازم احنا نعرفه. عشان كده لما بنقول احنا قررنا اصبح لا يعتمد على تبعيه سياسيه، لان احنا الان اصبحنا مصدر قوه يعتمد عليه الاخرين ايضا في حمايه انفسهم. وبالتالي العلاقات المصريه الاوروبيه علاقات هامه جدا، علاقات ايضا فكرة اللاجئين، مصر بتلعب دور كبير جدا في فكرة اللاجئين. مصر بتحتضن عدد كبير جدا مش من اللاجئين السوريين بس، يمكن الناس ما تعرفوش عندنا لاجئين ايضا من افريقيا، ومن مش عاوز اقول على الاخوة العراقيين لاجئين لانهم اصبحوا يعني بقالهم وقت كبير موجودين صحيح. في الارض المصرية، ولكن يعني الوافدين العرب، خلينا نقول الوافدين العرب من الدول التي حدثت فيها صراعات وكوارث، عددهم كبيرة جدا في مصر ايضا صحيح. افريقيا لديها جاليات كبيرة جدا في مصر، وبالتالي صحيح. كل ده يحتاج مساعدة من الاتحاد الاوروبي لمصر حتى لا تصدره مصر للاتحاد الأوروبي أيضا صحيح. يمكن يا فندم برضو يعني خلال هذا اللقاء استعرض السيد الرئيس عدة مواضيع، من بينها كما جاء في العنوان الجهود الرامية لتأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على ترسيخ سيادة القانون. أكيد. تفاصيل يا فندم. أكيد أكيد. يمكن الرئيس كمان في كلمته في الأمم المتحدة أكد على ده من خلال أن احنا اكتملت أركان الدولة بوجود البرلمان المصري. مصر دولة قانون ودولة مؤسسات، ودائما الرئيس في كل لقاءاته مع المسؤولين الأجانب أو في زياراته الخارجية يؤكد على هذه النقطة. بالفعل هذه النقطة مهمة جدا، لأن فكرة يعني دائما ما يعني تلتصق تهمة الدكتاتورية بالدول النامية، يعني هذا ما فعله الغرب بنا، جعل من الدول النامية دائما يعني عنصر حاضن لفكرة الدكتاتورية، في حين دي تهمة تكاد تكون في بعض الأوقات غير مناسبة لأوضاع بعض الدول. مش كون أن أنت دولة نامية معناه أن أنت دولة ديكتاتورية أو لا تعتمد في مؤسستك على المؤسسية أو الفيدرالية أو فكرة حتى يعني سيادة القانون. لا، مصر دولة قانون، مصر لديها مؤسسات قانونية عريقة، يعني كفاية حكومة نتكلم من قليل على البرلمان و150 عام من البرلمان. فالرئيس فعلا أكد لمفوض الاتحاد الأوروبي على هذه النقطة وعلى مصر دولة قانون، وأن خاصة أن احنا بنشوف بعض القضايا مثلا ريجيني مثلا، يمكن هناك الجهات المصرية تحقق، وبالتالي القرارات هنا ليست قرارات
سياسية قد ما هي قرارات مثلا تستلزم النظر في التحقيقات. أيضا فكرة مثلا الطائرة الروسية مثلا وسقوطها في شرم الشيخ، ده القانون يلعب فيه دور، ولجان التحقيق الآن تقوم بالتحقيق وبدراسة الأوضاع. فده ممكن يكون ده الرئيس يقصده، فكرة أن هناك بعض القضايا الذي الغرب ينظر إليها الآن، يجب على الغرب أيضا أن يدرك أننا دولة قانون وننتظر رأي القانون في هذه القضايا ولا نلقي أحكام سريعة عليها. صحيح. التالي مشاهدينا من صفحة سياحة وطيران، ويتحدث عن توقيع اتفاق بين مصر وقبرص يعني في مجال النقل الجوي. عنوان هذا المقال: اتفاق بين مصر وقبرص في النقل الجوي. يعني بالفعل هو اتفاق نهائي تم توقيعه بين وزير الطيران المدني المصري ووزير النقل القبرصي. تفاصيل هذا الاتفاق يا استاذ. في الحقيقه هذا الاتفاق يصب في مصلحه الدولتين. دائما لما بتعمل اتفاقيه مع دوله تقترب منك في الظروف الاقتصاديه والسياسيه، بيكون اتفاق متكافئ في المصالح، وايضا يوزع الفرص على كلا الطرفين. قبرص بمساحتها الصغيرة بهذا الاتفاق يمكنها الاعتماد على الكثير من المطارات المصرية، في أيضا فكرة سياحة الترانزيت، لأن يعني المسافة بين قبرص ومصر بالطائرة لا تتجاوز 40 دقيقة. في العهد في عهد محمد علي كانت قبرص تسمى بحديقة مصر الشمالية، يعني دلالة على قربها يعني وأنها جزء من مصر. وبالتالي هذه الاتفاقية هامة جدا. أيضا مصر موجب هذه الاتفاقية بإمكانها أن تستغل مطار لرناكا في قبرص كمحطة أيضا للتوسع في أوروبا، خصوصا نحن بنشوف الآن تحالفات كثيرة جدا زي دي بتحصل بين دول كثيرة ل يعني تحالف شركات الطيران مع بعض ووزارات النقل والطيران مع بعض حتى تتوسع، خصوصا الدول اللي زي ما قلت ظروفها زي بعض ويمكن ان تساند بعض. قبرص دوله ايضا سياحيه من الطراز الرفيع، يمكن على فكره ايضا كان اليونان كان منذ فتره كان هناك نوع من انواع التبادل السياحي سوف يحدث بيننا وبين اليونان. اظن ان اتفاقيه زي دي لو اليونان ايضا يعني انضمت ليها، اظن ان هيكون فكره ان اللي يجي السائح الذي ياتي لهذه هذا المثلث ويزور قبرص ومصر واليونان سوف يكون حافز سياحي هام جدا من الممكن ان يعني يصب في مصلحه الاقتصاد المصري واليوناني وايضا القبرصي. صحيح. مشاهدينا، الملف الاخير سيكون عن المناظره الثانيه بين كلينتون وترامب، هذه المناظره التي وصفت بانها اسوا مناظره في تاريخ السباق الى البيت الابيض. عنوان هذا المقال: أسوأ مناظرة في تاريخ السباق نحو البيت الأبيض، كلينتون وترامب خارج المقاييس الرئاسية. يعني المقال بيقول إن المهمة الآن أصبحت سهلة ويسيرة أمام هيلاري كلينتون من أجل الوصول يعني إلى كرسي الرئاسة، ولكن هذا ليس بسبب تفوق كلينتون ولكن بسبب أخطاء وزلات لسان غريمها ومنافسها. يعني هل تعتقد حضرتك إن بالفعل أصبح الطريق ممهد إلى كلينتون من أجل اعتلاء كرسي الرئاسة في أمريكا؟ في الحقيقة إن أختلف مع حضرتك في هذه في وجهة النظر دي، وأظن أن ما زالت الفرص متكافئة للطرفين، خاصة أن لكل شاف المناظرة الأخيرة مناظرة عبارة عن مشادة كلامية وكشف للفضائح المتتالية. يعني لما نشوف هيلاري تتكلم على الفيديو يعني الخاص بفضيحة ترامب تجاه النساء وكلامه المسيء للنساء، ترامب يرد بفضيحة كلينتون في البيت الأبيض، ويعني أصبح الموضوع خارج يعني زي ما العنوان بيقول. بالفعل أسوأ مناظرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية، خرجت عن سياق حتى البروتوكولات العامة في الأداب وفي يمكن ماشي كثير من القضايا في المجتمع الأمريكي من الممكن أن تطرح بشكل واضح وصريح دون تحفظ، ولكن ليس على مستوى مناظرة رئاسية. ففي الحقيقة أن أيضا ترامب في المناظرة كسب بعض الأرض من هيلاري، خاصة في موضوع الضرائب، لأن المجتمع الأمريكي يعاني الفترة الأخيرة من يعني تضخم ضريبي كبير جدا ومن ارتفاع الضريبة بشكل كبير جدا. فترامب بيلعب على فكرة الضريبة وأنه هيخفض الضريبة يعيد هيكلة الضرائب مرة أخرى. يمكن هيلاري بتتهمه أنه هو هيهدم نظام الضريب لصالح رجال الأعمال، ولكن ممكن هذا يستعطف الكثير من آراء المواطنين، خاصة من أن هم فكرة الضريبة في أمريكا أصبحت مرتفعة جدا. أيضا التأمين الصحي يعني هيلاري لا تودي ناس في نظام التأمين الصحي لأوباما، وبتقول اللي هي تاخد منه الحاجات الكويسة وتبني عليه، في حين أن
ترامب ايضا بيقول لي انا هنسف هذا النظام من اساسه وابني نظام جديد، واظن ده ايضا ممكن يعني يستجلب لديه كثير من الاصوات الامريكيه. طب هل تعتقد يا فندم ان عنصريه ترامب هو بالفعل عنصري؟ يعني حديثه عن الاقليات، عن المسلمين، والان عن المراه، من الممكن ان يكون سبب رئيسي في عدم فوزه؟ يعني اذا حدث عدم الفوز، من الممكن ان يكون سبب رئيسي عنصريه ترامب في دوله عنصريه يعني قلبا وقالبا، ليس في الماضي فقط ولكن في الحاضر ايضا مثل الولايات المتحده؟ بس في نقطه، الحزب الديمقراطي افقد مصداقيته تجاه الحفاظ على القضايا العنصريه. يعني يعني اوباما جاء صاحب البشره السمراء كرئيسا للولايات المتحده الامريكيه، لما نبص على فتره حكمه اكثر حوادث للتمييز العنصري وقتل للسود في امريكا. صحيح. وبالتالي فكره ان انا اجيب مرشح امريكي اسود لكي يحافظ على وحده امريكا وينهي فكره الفصل العنصري والحوادث العنصريه، يعني اظن نفس المقياس بالنسبه للمراه، حتى المراه صحيح. اللي بتؤيد هيلاري عليها ان تنظر ماذا فعل اوباما للسود في امريكا. وبالتالي يمكن هيلاري تضع الكثير من مصحيح التجميل قبل المناظره، ولكن هيلاري ولكن ترامب يدخل بكل وضوح وبكل يعني صداميه، وبالتالي في يعني بس هي الحقيقه، هو بيعبر عن وجهه نظره بحقيقه دون ان يزيف او يجمل. يعني حضرتك لما تشوفي اجابته على السؤال مثلا الخاص ب الفتاة المسلمة التي سألت ماذا ستفعلون للمسلمين، هيلاري كان ردها يعني رد سطحي جدا، لم ولن يطمئن المسلمين، فقط يعني قالت إن الوحدة الأمريكية والكلام الذي يعني اعتدنا أن نسمعه، في حين إن ترامب كان من الممكن أن يخيف المرشح أو الناخب المسلم، ولكنه أكثر وضوحا، أنا عرفتك، أنا عرفت أن أنت هي دي وجهة نظرك، بالرغم أنه لم يتهم يعني أو يعني هو في كلامه وجه كلامه فقط للمتشددين المسلمين، وقال أنه على المسلمين أن يتعاونوا مع الحكومة ومع الجهات الأمنية الأمريكية للإبلاغ عن أي أعمال إرهابية، وده برضو نقطة خلاف عليه. يعني هو عندما المفروض يتحدث عن أمريكي مسلم، هو المفروض يتحدث عليه لأنه أمريكي، يعني لما يقول على المسلمين في أمريكا أن يعني يبلغوا الجهات الأمنية بأي أحداث، عليه أن يقول على الأمريكان وليس على الأمريكي المسلم، يمكن هذا هو ما يزعج المسلمين. ولكن أنا عاوز أقوله أن من الممكن أن تكون العنصرية داخل هيلاري تجاه المسلمين هي العنصرية داخل ترامب تجاه المسلمين، ولكن فقط ترامب يقولها صراحة دون تجميل، ولكن هيلاري تستتر وراء الكثير من مصحيح التجميل قبل دخول وراء المناظرة، وراء خبراتها في هذا المجال، هي سيدة مخضرمة في هذا المجال. يعني أكيد هي يعني هي سيدة للبيت الأبيض من قبل السيدة الأولى في البيت الأبيض، هي وزيرة خارجية، هي خاضت الانتخابات من قبل، وكمان يعني سيدة لها باع مهندسة في الأحداث في الشرق الأوسط. صحيح. بعد كوندريسا رايس، يعني لما نشوف هيلاري ودورها في الشرق الأوسط، يمكن حتى دايما ترامب بيحاول اللي هو يقحمها دايما في الحته دي، وفكره مثلا الرسائل البريديه واستخدامها للبريد الالكتروني الخاص بيها ومسحها ل 3000 رساله بريديه، عاوز يقولها ان انت كنت مسؤوله بالفعل عما حدث في الشرق الاوسط واستخدامك للبريد الالكتروني الخاص بيك عشان تخفي هذه الوثائق وهذه المراسلات السريه. صحيح. فكلا المرشحين يعني من السيء الى الأسوأ، خاصة لمنطقة الشرق الأوسط. يعني عموما مسلسل الانتخابات الأمريكي أوشك على الانتهاء، وسنرى يعني النتيجة قريبا بإذن الله. الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر، كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة، شكرا لك. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا للسادة المشاهدين. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من الصحافة اليوم، غدا بإذن الله حلقة جديدة، فريق عمل جديد، فإلى لقاء.